مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي شوف تي في في البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. يعني كما قريتوا في العنوان المنظر جميل ولكن الجودة في نهاية مزهرية كلاس قريبة تطيح على المواطنين والمسؤولين ممسوقينش ليها. كاينه الجودة، كاين واحد المنظر زوين، كاين واحد الجمالية وعاطي الجمالية هنايا، ولكن فين هي الجودة؟ واش مزهرية تقريبا غير المحابق، غير محبق واحد فيها في تقريبا واحد غنقولو تقريبا واحد 6 كيلو حتى 10 كيلو او اكثر وقريبة طيح. شوف راهي مايلة، شوف هانت باش تأكدوا انها راه قريبة طيح. ها شوف تقلعات من هاد الجهة ومالت على هاد الجهة هاد، وشوفوا هنايا احنا ما عرفناش مالها، قوم الله يستر الله يستر الله يستر. الشي اللي مباغيش مباغيناش حنا نطيح على شي واحد، بغيناكم تعتقوا الموقف قبل ما ترى شي كارثة في هاد البلاصة هاد. يعني الله يرحم لكم الوالدين لما عتقوا هاد الموقف هذا، عتقوا هاد الموقف هذا في اقرب وقت ممكن. راه هاد المزهرية كتعرض المواطنين للخطر، شوفوا شحال مايله بزاف. يعني نورمالمون هاي دابا هي واقفه، نورمالمون خاصها تكون بحال هاك، نشوفوا شحال مايله. يعني مايله اكثر هي بحال هاد الجهاد. يعني واش هاد المزهرية الله يستر دايزين دراري صغار ديال المخيم اللي ولاو كيدوزو دابا، ولا دايزين ام عائله مع بعضياتهم تعتبان لك طاحت عليهم؟ ما درتش اقسم بالله الا تقتل واحد هاد شي هادي الا طاحت عليك والله تتقتلك، اقسم بالله العلي العظيم راح تقول لي فيها راه ما يمكنش تقيله واحد الدرجه كبيره بزاف. يعني انا عرفت انا هاد المسؤولين اللي كيدوزو نهار وصباح نهار وليل عفوا وما كيشوفوش بحال هاد بحال هاد بحال هاد الشيء هذا، يا قادوها ويعاودوا فيكسيوها مزيان يا حيدوها بمره. الحاجه اللي غتادي الناس نحيدوها حنايا بمره ولا نقادوها، اما باش تخلي هاد المزهريه بحال هكا وغتعرض المواطنين للخطر راه غير بلاش، راه من الاحسن والله. مع العين باش نتوما تعرفوا انها جات قريبه للبلديه، يعني بغينا نعرفوا واش الناس ديال البلديه واش كيدوزوا من هنا صباح وعشيه وما كيشوفوهاش، راه ما يمكنش. حنا ما عرفناش كيشوفوا الحوايج البسيطه اللي مأطراش وكيخليو هاد الحوايج اللي غتأدي لمشكل كبير للمواطنين. راه الحاجه اللي غدير للمواطنين راه هي اللي خاصني نسبقها هي الاولى. سالي انك تصايب رونبوا، سالي انك تصايب حفرات تصايب هادي، وشوف لي هادشي اللي غيأدي المواطنين. شوف لي هادي اللي قريبه تطيح اللي غطيح على شي واحد غتولي قاتلاه. ملي تشوف راه الانسان الانسان امتى كينوض كيبغي يخدم حتى كطرى شي كارثه. دابا هادي كون طاحت دابا شي 3 الناس 4 الناس قتلاتهم، اقسم لك يمين حتى غينوضوا غيبداو يصايبوا فيها ويطلبوا الاعتذارات وبزاف الحوايج، ولكن باش ينوضوا دابا ما حد باقي ما كاين حتى حاجه وباقي ما كاين لا صداع لا والو. خلينا بحال هكاك، اللي غادي نقول لكم هو كاينين شي وحدين واخدين المناصب ديالهم هباء منثورا، اقسم لك يمينا كاينين الناس باغيين يخدموا، كاينين الناس يلاه يلاه تخرجوا عندهم الروح المهنيه ديالهم، ولكن للاسف المناصب تعطاو لبعض الناس اللي تهاونوا على هذه المدينه هذه، اللي وهبوا واللي كلاو في هذه المدينه هذه. بغينا ناس، بغينا مسؤولين اللي غضربهم الغير على المدينه، اللي كيخرج كل صباح مع 10 او مع 8 وكيطلع على هذه المدينه كيشوف شنو خاصه شنو هذه مهرسه نقيد الريكلاميا، هذه ما كايناش، هذه حفره خاصه تصيد. علاش ما دارش هذا الشيء؟ علاش حنا ما عندناش مسؤولين كيديروا بحال هكا؟ علاش ما عندناش مسؤول كيخرج في الصباح يدور يضرب دويره في مدينه جديده يدير راسه غير داير؟ اذا دويره في مدينه جديده هذه مهرسه هذه غطيح هذه 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 هذه، علاش؟ علاش كتقادو في الاول ديال جديده انه زوين ونقي وبخير، ومن الانسان اللي كيدخل جديده كيلقى الكواريش؟
يعني مشاهدي ومتبعين شفت اللي كنتمنى حل لهذه المزهريه هذه في اقرب وقت ممكن، وكنتمنى الميساج يكون وصل، ونتلاقاكم في فيديو مباشر اخر في امان الله. الى